ورجعنا لكم مع مباراة قوية جدا، النتيجة فيها التعادل 80 عمر بن الخطاب 80 باينيرز اسكندرية. ورجع معانا زياد ونوران، رجعوا تاني جاهزين؟ جاهزين. دلوقتي مع فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء فقرة جديدة في الموسم الثاني. 25 نقطة، مدرسة واحدة بس هي اللي هتاخدهم. موضوع مش سهل. هيبقى معايا واحد من كل مدرسة ونشوف مين اللي هيسجل الهدف الأول. بديع وأحمد طه، اتفضلوا. هنشوف مين هيسجل أول هدف. إيد على البازر وإيد ورا ظهرنا. هنخلط الورق ونشوف السؤال في إيه. فنون، والسؤال هو إلى أي عائلة موسيقية ينتمي كمان؟ إجابتك الأوتار، اللي يعني في أوتار يعني. والأوتار ممكن تبقى أول هدف. عندك إجابة؟ تقول جيتار مثلا. كنت هتقول الجيتار. دي عندك أول هدف. برافو يا أحمد، برافو يا أحمد. زياد اتفضل يا زياد. أحمد طه أحرز أول هدف، هدف من عمر بن الخطاب، ولسه ما فيش أهداف من باينيرز. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. الآن شوية شوية بلنتيات بتبقى صعبة. اه. هنشوف هنسأل فيه. معلومات عامة، والسؤال هو في أي دولة يوجد قصر الحمراء؟ إجابتك أردن. أردن. الأردن تاني هدف وفات ثانيتين. الأردن إجابة خاطئة. عندك فرصة زيادة تخطف هدف. في إجابة ولا مفيش؟ هتخمن. إسبانيا. إيه التخمين ده؟ هي دولة عربية تقريبا. دولة عربية تقريبا. قصر الحمراء اسبانيا. اه لونه احمر يعني، مش عارف. عشان احمر. ايه علاقه الاحمر باسبانيا؟ مش عارف. مش عارف صح، حاجه غريبه بصراحه. يا زياد الهدف الاول يا زياد. اتفضل يا احمد، اتفضل يا احمد. السؤال بتاعي بتاع اسبانيا ده جاي من عند ربنا الصراحه، يعني انا ما كنتش عارف السؤال، بس هي ضربه حظ الحمد لله. اسبانيا هي الاجابه الصحيحه. اول هدف من زياد. زينة اتفضلي يا زينة. هدف مقابل هدف. ايه التخمين ده؟ لا لا، وخمنت وقلت لي احمر، وقلت لي اسبانيا واحمر على اساس برشلونه مثلا، ولا والله ما عارف. ما بقتش فاهم احمر دي جت ايه علاقه اسبانيا باحمر، ولا العلم الاسباني، ولا ايه، مش عارف. جيت كده الحمد لله. هدف مقابل هدف، مباراه قويه جدا، تعادل في النتيجه وتعادل في الاهداف. هنشوف هنسأل في ايه. تركيز. معلومات عامة، والسؤال هو عالم عربي ولد في البصرة وأثبت أن الضوء ينتقل من الأجسام إلى العين، فمن هو؟ ابن الهيثم. متأكدة؟ ده كان الكاونتر لسه منزلش. متأكدة؟ متأكدة. ومتأكدة. والهدف الثاني. يلا يا زينة. الهدف الثاني الحسن بن الهيثم، الإجابة الصحيحة. برافو يا زينة. معانا دلوقتي ندى، اتفضلي يا ندى. ندى ازيك يا ندى؟ الحمد لله. زينة هدفين مقابل هدف، وهنشوف هنسأل في ايه. تاريخ، والسؤال هو من مؤسس باكستان؟ من رئيسي؟ اه تدوس على البصر. مين؟ محمد علي جناح. أربع ثواني. محمد علي جناح مؤسس باكستان، واتكلمتي قبل ما تدوسي على البازر، ودوستي على البازر وجاوبتي وأحرزتي الهدف الثاني. برافو برافو يا ندى. ياسي اتفضل يا ياسي. محمد علي جناح الإجابة الصحيحة. برافو يا ندى، أحرزتي الهدف الثاني. تاني تعادل 80-80، وهدفين هدفين. هنشوف الهدف الثالث مين اللي هيحرزه.
معلومات عامة، والسؤال هو ما الاسم الحالي للقسطنطينية؟ ما الاسم الحالي للقسطنطينية؟ إجابتك اسطنبول. قسطنطينية اسطنبول؟ إن شاء الله. ندى كان عندك إجابة؟ لا مش فاكرة. معناها تاريخ. بس مش فاكرة. مش فاكرة. الناس قايلين والله في الباص. هي كانت عاصمة الدولة بجد؟ بجد؟ والله بس مش فاكرة، مش متأكدة بصراحة، ما سمعتهاش كويس. اسطنبول إجابة صحيحة للهدف الثالث. برافو. نوران اتفضلي، الهدف الثالث، 3 أهداف مقابل هدفين. مباراة صعبة جدا. 3-2 يا الهدف الأخير يا التعادل. جغرافيا. والسؤال هو في أي قارة تقع جزر القمر؟ أفريقيا. أفريقيا. الهدف الرابع. هدف نوران. كانت عندك الإجابة. نعم. الهدف الرابع اتفضلوا. وبكده النتيجة 105 عمر بن الخطاب، 80 بعنيس اسكندرية. المباراة صعبة جدا. كنت متوترة جدا. 10 نقط هنا و10 نقط هنا من بدايتها. لسه في أمل، لسه في فقرة كاملة ممكن نعوض فيها ونكسب فيها. ضربة الجزاء كانت حلوة جدا وخلتنا في فرق كبير ما بيننا وما بين الفريق اللي قدامنا. السؤالين اللي فاضلين هاتون جغرافيا ورياضة وإن شاء الله هنكسب. احنا داخلين الفقرة الجاية وإن شاء الله هنكسب. بس أنا لسه عندي أمل وإحنا هنكسب إن شاء الله وهنقدر نكمل الأدوار الجاية. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة 30 ثانية. 30 ثانية. 30 ثانية احنا عارفينها، عجلة الحظ فيها جغرافيا، فنون، انت وحظك، رياضة، ومعلومات عامة. والخمس ثواني الهدية او النقطة الحمراء السؤال الصعب. واول حد هيبتدي معانا نيازي. اتفضل يا نيازي. شوف نيازي هجيب لنا في عجلة الحظ ايه. يلا يا نيازي. انت وحظك، اتفضل يا نيازي. زينة هي اللي هتكتب وبديع هو اللي هيكتب. جاهزين؟ عندكم 30 ثانية، كل إجابة صحيحة بثلاث نقط. والسؤال هو اذكر كائنات خرافية من الأساطير. اذكر كائنات خرافية من الأساطير. فات 10 ثواني. فاضل 15 ثانية. فاضل 8 ثواني. 3. ستوب. خلاص نشوف عمر بن الخطاب عندهم ايه. اتفضلوا. ايه رأي احمد؟ القنطور. ايوه. الحصان الطائر. ايوه. التنين المجنح. اليونيكورن. سندريلا. سندباد. وحش البحر. 7 إجابات من عمر بن الخطاب. وهنشوف دلوقتي بايونيرز عندهم ايه. اتفضل بديع. اتفضل. كتبنا يونيكورنز، دراجون، ميناتور، هوبيتس، ميرميدز، فامبايرز، وير وولف، جوبلين، ووركس. 9 إجابات من بايونيرز اسكندريه و7 إجابات من عمر بن الخطاب. والنتيجه بايونيرز اسكندريه عندكم كم اجابه؟ 9. منهم واحده غلط. الهوبيت مش اسطوري، من روايه مش من اسطوره. وبكده كنتوا 80 بقى عندكم 104. اما فريق عمر بن الخطاب عندكم كم اجابه؟ 7. منهم 2 غلط، سندريلا غلط وسندباد غلط. ب 15 نقطه بقيتوا 120. النتيجه قريبه جدا. اخر سؤال هيتحسم،
ودلوقتي بعنيس اسكندريه. زياد اتفضل يا زياد. عجله الحظ هنشوف زياد هيجيب ايه. بتحاول تظبطها ولا ايه؟ نقطة الحمراء. اتفضل. سؤال صعب جدا. سؤال أخير، هدوء من جمهور وتركيز. والسؤال هو: اذكر أسماء لاعبين مثلوا منتخب البرازيل. أسماء لاعبين مثلوا منتخب البرازيل. محدش يتكلم. فاضل 15 ثانية. عشر ثواني. ثلاثة. ستوب. خلاص آخر واحد ده بالظبط كده. هنشوف هنا عندنا إيه. إيمار، كاكا، رونالدو، كاسيوس، دي جيا. خمس إجابات من عمر بن الخطاب. وهنشوف دلوقتي بايونيرز عندهم إيه. اتفضل يا بديع. نيمار. ايوه. روبرتو كارلوس، بيليه، جايزينيو، الفيش، مارسيلو، ادريانو، ديف لويز، جوليوس سيزر، ديدا، كافو، دينيلسون. 12 اجابه من بايونيرز اسكندريه وخمس اجابات من عمر بن الخطاب. والنتيجه عمر بن الخطاب عندكم خمس اجابات منهم اثنين غلط، اثنين اسبان. الاثنين الاسبان كاسياس ودخية. انت كتبت دي جي، انا مش عارف ايه دي جي. دي جي دي جي دي جي. وبكده عمر بن الخطاب 129. بايونيرز اسكندريه معاكم 104 وعندكم كام اجابه؟ 12. فيهم ايه غلط؟ ولا واحده. يعني ايه ولا واحد؟ ولا واحد. كلهم صح. ال 12 كلهم صح؟ كلهم صح. كلهم صح. وبكده بايونيرز اسكندريه 140 وعمر بن الخطاب 129 هاردك. عمر بن الخطاب هاردك. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 269 نقطه، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 538000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 5,728,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. مبروك وسلموا للدور ال 16 والى اللقاء في حلقه جديده مع العباقره. بعد ضربات الجزاء بصراحة ما كانش عندي أمل يعني إن احنا نكسب، بس السبورترز قعدوا يشجعونا جامد وأعطونا شوية أمل يعني وثقة. السؤال الأخير كان في نسبة كبيرة يعني من الحظ للفريق التاني والتوفيق، ودي يعني الحمد لله إرادة ربنا. كنت عارفة يعني شوية أسئلة من اللي اتقالت إجاباتها، بس كنت بخاف أضرب البالون.